ساوي الآية في الجو الذي به كان كل شيء هذا الذي جاءنا حمله تجسد روح القدس وما عزروت أن السلف عن الله بن سبون تتألم وقام في نيوة ثلاثة مسائل كان في كتب صعد إلى السماوات وجلس على يمينها به بنية من يا حمايات إذا من قيام قضاء أم أبرم القدس محمد صلى الله عليه وسلم لما جده مع أبو الإبن ناطف الأنبياء كيف محدد من القدس كما رسلي اعترف من وضعي محدد فقط الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها يا رب ارحم يا خير Oh.
سيب شوي سريع مطمئن بكل قوة
ماركوس بيابو تولوسي بشوي صاري موت نال بكوريبو بين النوبي
tribulations, may his holy blessings give us all. Amen. Therefore, he who supplies the Spirit to you and works miracles among you, does he do it by the works of the law or by the hearing of faith? Just as Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness, therefore know that only those who are of faith are sons of Abraham. And the scriptures, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel to Abraham beforehand, saying, in you all the nations shall be blessed. So then those who are of faith are blessed with believing Abraham. For as many as are of the works of the law are under the curse, for it is written, cursed everyone who does not continue in all the things which are written in the book of the law to do them. But that no one is justified by the law in the sight of God is evident. For the just shall live by faith. The grace of God the Father be with you all. Amen. كرسي لكم رسالة محمد الأولى وبركاته تكون معنا أمين. أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يصغر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أصغر نكون مثله لأنه سنراك كما هو. وكل ما عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. كل من يفعل الخطية يفعل التعدي أيضا، والخطية هي التعدي. وتعلمون ان ذاك اصغر لكي يرفع خطايانا وليس فيه خطيئه. كل من يثبت فيه لا يخطئ، وكل من يخطئ لم يبصره ولا يعرف. ايها الاباء، لا يضركم احد. من يفعل البيت فهو بار كما ان ذاك بار. من يفعل الخطيئه فهو من ابليس، لان ابليس من بدء يخطئ. لاجل هذا اصغر من الله لكي ينقل اعمال ابليس. فلمن هو مولود من الله لا يقع خطيئه، لأن زرع يزرع فيه ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله. بهذا أراد الله ظاهرا على القدوس، وكل من يفعل البر فيلزم الله، وكذا من لا يحب أخاه. لأن هذا هو الخبر الذي سمعتم من البر، أن يحب بعضنا بعضا. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. العالم يمضي وشهواته، والذي يصنع رغبة الله يدوم إلى الأبد آمين. That leave the shadow of Peter passing by, quite falling.
Also, a multitude gathered from the surrounding cities to Jerusalem, bringing sick people and those who were tormented by unclean spirits, and they were all healed. Then the high priest rose up, and all those who were with him, which was his second, and they were filled with indignation, and laid their hands on the apostles and put them in the common prison. But at night, an angel of the Lord opened the prison doors and brought them out and said, "Go stand in the temple and speak to the people all the words of this life." The word of the Lord shall grow in the plan of my and confirm the flow of his Amen.
Oh,
Sita.
نزل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد، والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. فخاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكله؟ فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليست لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي أثبت فيا وأنا أثبت فيه. نفتكر التعبير اللي بنقوله في القداس: أنت هو حياتنا كلنا وقيامتنا كلنا. الموت اللي ماته المسيح ما كانش خاص به، لأن هو معلهوش حكم الموت ولا كان يستحق الموت، بل بالعكس هو غير مات. لكن الموت اللي مات المسيح كان خاص بنا احنا، لان احنا اخطأنا منذ آدم وكلنا بنغلط، وزي ما قال الكتاب: الجميع ذابوا وفسدوا وعوزهم مجد الله. فالمسيح في تحننه وصلاحه ارتضى ان هو ياخد الموت بتاعتنا ويذوق الموت نيابة عنا وعوضا عن الجميع. وعشان كده بنسميه هو الفداء، هو الفادي وهو الفدية وهو الفداء، لأنه مات الموت بتاعنا. وبعدين غلب الموت وقام، لأنه ما كانش ممكن الموت يمسك المسيح. لغاية كده تبقى قصة تاريخية. لكن لما نيجي بقى، أنا نفسي يا رب القيامة بتاعتك تدخل جوايا وأكون قائم بيك. وهو عمل لنا هذا السر العظيم اللي هو التناول من جسد بتاعك. وقال في الإنجيل بتاع النهاردة: من يأكلني يحيا بي. طب نأكلك إزاي؟ قال: هديكم جسدي في صورة خبز ودمي في صورة خمر. يعني رمز أو ذكر يقول: لا، جسدي مأكل حقيقي ودمي مشرب حقيقي، من يأكلني يحيا بي. فده سر عظيم، وكلمة سر معناها مش سكرت لكن ميستري. سكرت يعني أنا بقول لك كلمة في ودنك مفروض ما تقولهاش لحد، لكن سر الكنيسة ميستري. ميستري معناها حاجة احنا عارفينها، بس اللي نعرفه شيء ضئيل جدا بالنسبة للي مش معروف. لأن كيف يتحول الخبز والخمر إلى جسد الرب؟ ده مستر. طيب كيف نتحد به؟ ده برضو سر. فإحنا بنؤمن بهذه الأسرار الإلهية وندخل نتناول بمنتهى الإيمان والثقة، وعارفين ان احنا لما بنتناول بنتحد بالمسيح الذي هو الحياة.
فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. نقول له عندك ينبوع الحياة وبنورك نعاين النور. فكل قصة التجسد والخلاص والفداء اللي عمل المسيح في الآخر بتتلخص في اللقمة اللي احنا بناخدها في التناول، فيها مزخر كل كنوز الحياة. يعني زي في عالم الطب والأدوية ممكن قرص صغير لكن جواه مادة فعالة تنتشر في جسم الإنسان كله، تديه حيوية، تديه شفاء، تعوض جزء يكون ناقص في عناصر الجسم. فطبعا دي شركات الأدوية شاطرة إن هي كل المفاعيل ممكن تحطها في قرص صغير. فربنا عمل كده إن هو في القربان اللي عملها حط فيها جسده، وجسده فيه الحياة. عندما نتحد به نحفظ حياته في داخله. ودايما بقول التعبير ده عايزكم تحفظوه، النسبة بين حياتنا وحياة المسيح زي النسبة بين الشمعة والشمس. فالشمعة أقل نفخة تطفيها، لكن من يستطيع أن يطفئ الشمس؟ عشان كده إحنا مش بنحيا بنفسنا، إحنا بنحيا بنفس المسيح، بنحيا بحياته. يقول لك أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. لي الحياة هي المسيح، أنت هو حياتنا كلنا، المسيح هو حياتنا. والحكاية دي بتحصل من يوم المعمودية، أول ما ربنا يرزقنا الطفل نجري على أبونا نقول له يا أبونا لو سمحت اطفي حياته وازرع في حياة المسيح. عايزكم تتخيلوا لو في شمعة منورة، حتى لو كانت شمعة كبيرة كده ونورها قوي، حطيتها جوه المية يحصل لها ايه؟ تنطفي. فاحنا بالظبط الطفل ده في حياة، مولود طفل حي، ناخده نتشيله في المعمودية قبل بقى ما يطلع يكون اتزرع جواه حياة المسيح اللي هي الشمس التي لا تنطفئ. وبعدين طبعا انتوا عارفين الشمس الطبيعية دي يعني بتطلع في كل ثانية ملايين الأطنان من الطاقة كل ثانية. فالمفروض مع الوقت الشمس دي تطفي بقى، ما الطاقة اللي زي كوباية شاي حاطتها قدامي سخنة ونسيتها بعد ساعة ساعتين تبقى ساعة. فالشمس طالما الطاقة طالعة منها المفروض تبقى لا جواها تفاعلات كيميائية مخليها دايما متجددة، ودايما الطاقة اللي طالعة منها بتتعوض بطاقة من جواها. وإن كان طبعا الشمس العلماء بيقولوا في يوم من الأيام هتنطفي من كتر الطاقة اللي طالعة منها، لكن المسيح لا ينطفئ. عشان كده اللي خدناه في المعمودية المفروض ان احنا دايما نشعلله في التناول. فاحنا اخدنا حياة المسيح فينا يوم المعمودية، ودايما بنجدد الاتحاد بالمسيح في الافخارستيا عشان هو عليه قال كلما اكلتم من هذا الخبز وشربتم، كلما كلمة كلما معناها ايه؟ باستمرار. وقال اصنعوا هذا لذكر، يعني باستمرار نعمله. وده اللي الكنيسة مواظبة عليه من يوم ماري مرقس لغاية دلوقتي، ان احنا باستمرار في قداس في الكنيسة، باستمرار في تناول، واحنا نشعر كيانيا من جوانا ان احنا ما نعرفش نعيش من غير تناول. كلنا جربنا ربنا يعيدها الايام الوحشة بتاعت كوفيد، كانت الناس تصرخ تقول بس طب نتناول. يعني شوفوا كان هيسمع عندنا في مصر وعندكم هنا مليانة اجتماعات ونشاطات ورحلات وحفلات وكورال وكشافة ومهرجان كرازة وكل النشاطات. كانت الناس تقول طب نفسنا نتناول، ودي طبعا مؤشر يعبر عن ان الكنيسة كانت ناجحة جدا في توصيل الرسالة للناس، ان العمل الاساسي في الحياة ان احنا نتناول جسد الرب ودم. بقية النشاطات دي كده مارجنال مش هي الاساس.
فلما اتأخرت الكنائس قالوا طب بس اسمحوا لنا نتناول، مش عايزين حاجه، ده اللي احنا نتناول. كلكم كان عندكم هذا الاحساس، ده احساس مظبوط جدا، لان احنا ما نعرفش نعيش من غير المسيح. ربنا يدينا دايما ان احنا نجدد اتحادنا به بالحق، ودايما نحضر القداس واحنا منتبهين ومركزين في الصلاه، بنصلي من قلبنا ونجهز نفسنا للتناول. خلي بالك القداس ده لو بياخد ساعتين هو فرصة تجهيز القلب لاتحاد المسيح. عشان كده لو انا فاهم دي عمري ما اجي كنيسة متأخر، واذا صادف اني جيت كنيسة متأخر انا امنع نفسي من التناول لاني ما اتجهزتش، لان ممكن ابونا يقول لي ما اقدرش، او يبقى ضميره ما يسمحلوش واحد جاي يتناول يقول له ما تتناولش. لكن انا امنع نفسي لو دخلت الكنيسه لقيتهم في المجمع، يبقى انا ما اتجهزتش. اتناول ازاي بدون تجهيز؟ الكنيسه هي اللي تجهزنا من خلال القداس. الحاجه الثانيه ان انا وانس ان دخلت الكنيسه اصلي، ملاش دعوه بحاجه، حد يتحرك، حد يروح، حد يجي، ماليش دعوه. انا ما اتركش مركز مع ربنا. الحاجه الثالثه بتناول منتهى الوقار والهيبه، حتى لو تناولته كل يوم ميبقاش في اعتياد لدرجة يبقى كأنه عادي. دايما يبقى فيه وقار وهيبة وتقدير لقيمة اللي بيحصل، لأن المسيح بيدينا جسده الحقيقي ودمه الحقيقي. وبعد كده نخرج من الكنيسة احنا فرحانين فعلا، مدركين ايه اللي حصل فينا، مش مجرد اعتياد دخلنا تناولنا وخرجنا بنهيص ونتكلم ونقعد، ولا كأن في حاجة حصلت. أبقى مقدر بس قيمة ما عمله المسيح معي، لأن هو بيعطينا حياة. من يأكل جسدي ويشرب دمي له حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. ربنا يبارك حياتكم، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.
الذي به كان كل شيء هذا الذي كان كل شيء ولم يخلصنا هذا من السماء وكسر الروح القدس وشعر الاخر والامس سلب عنا هذا الفرس الفضي هذا القول القوم لم يملك يوم سادس يوم الكتب فصعد الى السوائل وكان سعدي من يمين والذي يكفي مدين ليدينا احياء الاموال الذي يسر في الله نعمه بالروح القدس الرب المنقص الحياة نشكر له ونبيه مع الآية والرد ومنظمة الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة مصرية نعتبر مضيحة Thank you.
We thank you for everything concerning everything and everything. For you have covered us and you have gathered us and saved us to yourself. Spared us, covered us, and covered us to this hour. Therefore, we ask and believe in the goodness and love of mankind. Amen.
from the first number of his elect in the whole world and who called them from
leaders. Give them wisdom and the spirit of prophecy that they may perform the practice of your holy words for your people with boldness and love. In the grace and the compassion of your only begotten Son, our Lord and our God and our Savior Jesus Christ. Lord have mercy. Lord have mercy. Thank you.
Thank you.
Son, the Holy Spirit, the Heavenly Earth, in all that is there. The Father, power of God, and Savior Jesus Christ, by whom you have created all things visible and invisible, who is in the world of all his glory and his worship, by all the holy power, who are sinless and Engine.
Also the cup after supper, he mixes it to wine and the other, and when he had given thanks.
Pray for
for the peace of the one holy Catholic and Apostolic Orthodox Church of God. Lord, amen. Have acquired yourself with the precious blood of your Christ. Keep her in peace with all the earth's bishops who are in her. For let's remember when I'm listening to our Father, the Archbishop, our Patriarch, Abbot Edward II, and his partner in the service, our Father, the Bishop, and bearer of our وشريكا والخدمة الرسولية أبينا الوصف الأنبى المقرب الأنبى رفائيل ويغفر لنا خطايانا. قول آمين. And those who rightly handle the word of truth with him, grant them unto your holy church to shepherd your flock in peace. Remember, O Lord, your Orthodox hegumens, priests, and deacons. Pray for the hegumens, priests, deacons, subdeacons, and the seven orders of the church of God. Lord, have and the purity of all your faithful people. Remember, O Lord, our Ecclesia, ora so. Have mercy upon us, O God, the fathers of Antioch. Remember, O Lord, the salvation of this holy place, which is yours, and every place and every monastery of our Orthodox mothers. Pray for the salvation of the world and of this city of ours, and of all cities, districts, islands, and monasteries. Lord, graciously accord the Lord the air of heaven, the fruits of the earth, and the rivers, and the water of the river this year, that you bless them. Pray for the air of the heavens, the fruit of the earth, the trees, the vines, and every fruit bearing tree, in all the world that Christ our God may bless them, bring them to perfection and peace with the Lord, and forgive us our face of the earth, may its fruits be abundantly watered and the fruit be plentiful. Prepare it for sowing and harvesting. Manage our life as deemed fit, that the crown of the year with your goodness, for the sake of the poor of your people, the widow, the orphan, the traveler, the stranger, and for the sake of all, treat and bless your holy name. For the eyes of everyone wait upon you, for you give them their food in due season. Deal with us according to your goodness, O you who give food to all flesh. Fill our hearts with joy and gladness, that we have in sufficiency in everything you always abound in every good deed. Lord, have mercy. يا ربنا قدام ولك هذه الفرائض
من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا. Fathers, the patriarchs who have fallen asleep, O Lord,
greet us, also ask him to make us worthy of the communion and partaking of his divine
Oh.
Oh,
Yeah.